أهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب برحب بيكم برحب بكل مداخلاتكم وبكل مراسلاتكم وبكل مشاركاتكم معانا في هذه الحلقة برحب بيك دكتور أشرف عزمي أهلا, أهلا وسهلا بيك بيك يا بيتر وأهلا وسهلا بكل المشاهدين في كل مكان أهلا بيك دكتور أشرف آه بنكمل وبذكر كل أحبائنا اللي متابعين برنامجنا إن احنا بنكمل في دعوة موسى كنا بدأنا من حلقة أو حلقتين تقريبا الكلام في سفر الخروج بالتحديد بعد ما انتهينا من سفر التكوين النهارده بنكمل في دعوه موسى هنقف قدام محطات مهمه جدا حوالين هذا الرجل وحوالين حياته وحوالين دعوه الرب ليه اسيس اشرف وقفنا عند دعوه موسى اه كلمنا المره اللي فاتت عن نشاته م. ازاي موسى نشا في بيت فرعون ازاي إنه هو اعتبر واحد من الرويال فاميلي او العائله المالكه وانه عمل كامير وخضع للمراحل التعليميه اللي بيخضع لها اللي بيقول عنها حتى الكتاب المقدس ان موسى تهذب بكل حكمه, حكمة المصريين, المصريين عارف الاساسيات والى اخر الاشياء دي لكن حاجه حصلت في حياه موسى خليته يترك ارض مصر ويروح الى مديان موسى خرج انه ينظر الى اخواته وهو بينظر لاخواته لقي واحد مصري بيسيء في المعامله الى واحد اسرائيلي فتدخل نتيجه التدخل قتل المصري ودفنه وبعد كده تاني يوم لقي اتنين يهود بيتخانقوا مع بعض فقال لهم انتوا اخوات فقالوا له انت هتعمل معنا زي ما عملت مع المصري ف... خاف انه الامر عرف وفرعون عرف الامر وطلب انه يحاكم موسى, موسى. آه فموسى خد بعضه وهرب الى آه الى مديان وهناك قعد 40 سنه. اتكلمنا عن اول 40 سنه في حياه موسى كانت في بيت فرعون كويس؟ تاني مرحله او تاني 40 سنه لان موسى حياته انقسمت الى ثلاث اربعينات كويس؟ كل 40 كان فيها شيء مختلف، اول 40 كان في بيت فرعون وعمل كامير آه تاني 40 سنه راح الى مديان آه كان بيرعى الاغنام، آه رابع او تالت سوري تالت 40 سنه قضاها في قياده الشعب من مصر الى آه او قبل ما يدخلوا الى ارض كنعان. قلنا المره اللي فاتت انه في الأربعين سنه كامير انت بتربي جواك سيلف كونفيدنس ثقه بالنفس، انت اهم واحد، انت من العيله المالكه، انت رجل قوه، رجل يعني أعلى طبقات الشعب أعلى طبقات الشعب ف بتعتقد في نفسك إن أنت كل شيء بالظبط كويس والشخصية اللي زي كده ربنا محتاجة محتاج شغل محتاجة شغل. محتاج شغل. شغل كبير يعني بقى. يعني أي شخص بيفتكر إنه أنا لأن أنا ربنا يستخدمني ربنا بيحطه على جنب أو بيشتغل معاه بقى بيشتغل معاه فترة لحد لما يدرك إنه لا شيء بالزبط. وبعد كده يبقى وده اللي يستخدم حصل مع موسى لكي يكون فضل القوه ليس منا لكن من الله كويس فموسى ما كانش معد لقياده الشعب في الفتره دي بسبب هذا السبب بهذا, س... بهذا السبب بهذا السبب السبب فموسى كان لازم يطلع الى مدرسه اخرى خلص الابتدائي لازم مم. يخش الى مرحله الاعدادي مرحله الاعدادي بقى يبقى راعي غنم في رعايته للغنم راعي الغنم اولا بيهتم بغير نفسه دي حاجه ما كانتش عند موسى بيز. انه يهتم بخراف بقطيعه يدافع عنها يهتم باكلهم يهتم بشربهم يبقى عنده طول بال صبر غير عادي بيتحمل اقصى درجات الحراره بيتحمل البرد بالليل بيتحمل البريه او الطرق الصعبه في اعداد نفسي واعداد جسدي واعداد روحي غير عادي دخل فيه موسى يعني انه نزل من هو باصص لنفسه على انه كل شيء الى انه ادرك نفسه انه انا في, لا شيء. في حين انه المنطقي انه واحد متربي التربيه دي الخطوه اللي بعدها يبقى فرعون بالظبط او يبقى حاجه مرتبه اعلى رئيس جيش آه مش ينزل آه الناس دي مش ينزل آه. دي لا لا. و... والتربيه طبعا تربيه رفاهيه عاليه آه. فعشان يبقى في الشاء في ال... في الحراره وفي السخونه بتاعه الجو واستحمال مشقات كتيره قوي ده اكيد حاجه صعبه جدا بالظبط فربنا ممكن. ربنا دخله في مدرسه المدرسه مم. دي يعني مدرسه اعداد اعداد مهمه جدا ادرك موسى في ال سنه دي انه ولا حاجه ولا حاجه لا حكمتي ولا قوتي ولا ولا بنيتي الجسديه ولا ولا اللي انا يعني ولا حكمه المصريين ولا حكمه المصريين ولا اي حاجه انا راعي غنم بيطلع الصبح بالاغنام بدري وبيرجع بيهم قبل غروب الشمس بيتحمل معاهم كل المعاناه بيدور على اكلهم بيدور على شربهم بيعرض نفسه للخطر في الدفاع عنهم كويس فده ربت في موسى صفات يعني يمكن اقل من الانسان العادي كمان بالظبط ربت م. في موسى صفات اخرى كانتش موجوده زي ايه مثلا يعني صفه مثلا الاهتمام بغيره صفه مثلا الصبر صفه مثلا انه انه يبحث عن مصلحه الاخرين يطلع بره يطلع نفسه يطلع بره نفسه م. اتعلم انه يبقى ينتظر طبعا انت قاعد في الصحراء بتعمل ايه بلغتنا شويه نشف نشف ناشف نشف جامد آه. اه يعني نشف لحد لما قرب إيه خلاص. يتكسر اه كويس آه. ولما حصلت دي آه. دي كانت البدايه ليه طب تعالى بقى موسى عشان تختبر انه الله هو كل شيء دي البدايه دي بقى البدايه بداية يعني, إيه؟ يعني قبل كده كله ما كانش مخزوم. لا ما هو دي اعداد في الفرن يعني ده في الفرن آه. زي ما انت بتقول اه وعشان كده اوقات كتيرة احنا كمؤمنين اوقات كتيرة مش بنفهم هو احنا ليه موجودين في الم... ممكن نكون موجودين بسبب احنا تصرفات عملناها بس حتى الحاجات اللي ممكن احنا موجودين فيها النهارده ممكن ربنا يستخدمها لخدمة بكرة يعني م. يعني مش لأن موسى غلط موسى غلط م. إنه إنه قام على المصري وقتله إلى آخره دي غلطة موسى م. وتحمل موسى نتيجة الغلطة ياسها. دي تبعيتها لكن لكن ممكن تكون التبعيات دي ربنا بيستخدمها في حياتك انه انه يطور منها ويكبرك لحاجه افضل فليست الغلطه نهايه الحياه ممكن تكون الغلطه بدايه تعليم انك تبقى شخص افضل بس يعني؟ مهم قوي ان ان اثناء ما انا بمر بالمرحله دي فيها وانا فيها ادرك ده بزارة. لأنه لو أدركت ان كل يوم بقول آه ما أنا استاهل ما أنا اللي وديت نفسي للمحطة دي أنا اللي جبت نفسي في المكان ده بعد ما كنت في القصر وبعد ما كنت في أحسن مكان أنا اللي بعملي جبت نفسي هنا فده بيخلي نفسي طول الوقت بجلد في نفسي طول الوقت لكن لو أدركت اللي حضرتك بتقوله أنه لا ده أنا غلطت صح وده نتيجة غلطي بس ربنا هيأهلني من خلال ده لصنع إنسان تاني كويس في حاجة في موسى يمكن ما ناخدش بلنا منها اه موسى ما عندهوش التاكيد ان ربنا اختاره. مم. احنا اللي بنقرا القصه أوه. بنعرف دون من البدايه مم. بس موسى ما جاش ربنا لمامته وبابا وقال لهم بصوا الولد اللي هيولد منكم هو ده اللي انا هختاره فهم قالوا له الكلام ده ما عندهوش الكلام ده يعني آه آه غير شمشون مثلا آه يعني آه صموئيل فما عندهوش الـ الـ من البدايه انه مدعو من الله مم. هو كل فكره إنه الظروف حطته في, في المكان ده, ده. مم. وامه قالت له آه؟ إن ربنا وعدنا انه هيخرجنا من ارض مصر ووعدنا انه هيرجعنا الى ارض كنعان لانه ده اللي قاله ربنا للاباء مم. كويس فهو عنده المعرفه دي عنده لكن ما عندهوش الدعوه أوه. الشخصيه او الدعوه اللي جت ليه وهو قبل ما يولد مم. يعني يعني فده دي حاجه بالنسبه لموسى جديده فهو بيقعد هو الرجل اللي هيكون بالظبط آه. بيقعد بقى على الاحداث يقعد يفكر في الاحداث مم. كويس ولما تواضع قدام الرب ولما اتعلم موسى ولما جهز موسى الرب بدا اه ده ذس از مان اللي انا عايزه هو ده هو ده اللي, اللي. اللي انا هبدا استخدمه كويس عشان كده الرب ظهر له يقول آه. كده واما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان فساق الغنم الى وراء البريه وجاء الى جبل الله حريب جبل الله هنا هو نفسه جبل سينا يقال عليه اوقات حريب وسينا وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علايقه فنظر واذا العلايقه تتقد بالنار والعلايقه لم تكن تحترق فقال موسى اميل الان لانظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العلايقه ده, ده ده حاجه يعني اي حاجة بتولع فيها النار بتنهيها، مم. دي النار مولعة فيها لكنها لا تحترق. بالظبط. يعني يعني اي حاجة النار بتمسكها بت بتاكلها بتحولها بتاكلها، آه. إنما دي لا دي ما زالت العلايكة موجودة والنار فيها فالمنظر نفسه يعني ملفت. ملفت للنظر. مم. فلما رأى الرب أنه مال لينظر، ناداها الله من وسط العلايكة وقال موسى موسى، فقال هأنذا، فقال لا تقترب إلى ها هنا اخلع حذائك من رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه مقدس، المكان مقدس. اللي موجود فيه الله مكان مقدس، م. المكان اللي بيظهر فيه الله مكان مقدس، بيبقى مكان مخصص. لو م. نيجي بقى للنقطه جبل حريب هو جبل سينا جبل سينا او جبل حريب أه. وهو جبل يقع في جنوب سينا في مصر ويبلغ ارتفاعه 2285 متر فوق سطح أه. البحر. كويس ده جبل آه، انا صعدته كذا مره اه يعني آه، آه، مش مره واحده اكتر من مره وطبعا هو التقليد بيقول لنا هو الجبل الموجود في سينا النهارده م. اللي هو جنب دير سانت كاترين أيوه. والسياح بيروحوه الى اخره آه، الى اي مدى هذا التقليد صح ولا غلط لكنه ايه هو موجود في في سينا رائع جدا، قبل ما ننقل للنقطة اللي جاية يعني مم. أنا ملاحظ شوية هي يعني بيبقى في تساؤل منطقي يعني أنه وظهر له ملاك الرب، ذكر في البداية مم. ملاك الرب، مم. بعد كده يقول وقال الله نداها الله من وسط م. يعني في الأول ملاك الرب بعد كده في مسمى تاني اللي هو الله نفسه اختلاف الالقاب دي وويس. لشخص واحد ولا اختلاف الالقاب دي لأدوار مختلفة حلو. لنفس الشخص هو هو لما بندرس الكتاب المقدس بنيجي عند ملاك الرب أو ملاك أدوناي بنعرف إنه ملاك الرب في العهد القديم م. هو ظهور ل الاقنوم الثاني لشخص الرب يسوع في العهد القديم ثيوفيني تسميها ثيوفيني او ظهورات الرب يسوع في العهد القديم منها بياتي في سورة ملاك الرب بنعرف منين ان هو اذا كان ملاك الرب هو شخص م. الرب يسوع ولا ملاك الرب هو مجرد ملاك لانه اوقات كتير ربنا بيرسل ملاك آه. ازاي افرق ما بين ملاك الرب ذا انجل اوف Jehovah يهوه وما بين الملاك المرسل من الله كم ملاك وضحها لنا شويه النص نفسه هو اللي بيقول لي يعني مثلا ايه يقول لي مثلا انه ملاك الله ظهر الى لهاجر كويس لما خدت اسماعيل وجريت بيه و... و... وظهر لها ملاك الرب كويس اللي ظهر هنا هل هو ملاك مرسل من الله أيوة. كاحد الملائكه المخلوقه م. من الله ولا ملاك الرب الذي ظهر لها هو الابن في ظهوره في العهد القديم قبل التجسد ابن يسوع المسيح بالظبط إيه طب ليه خد اللقب ملاك برضه يعني كويك. ك اكلم الجزء آه. ده طيب. أوكي. الل اللي بنعرف الل اللي بيقول لنا مين اللي بيقول لنا النص نفسه آه. اللغه نفسها يعني مثلا لو رحنا الى سفر التكوين يقول لها ايه انه بذاتي اقسمت يقول الرب ده الملاك اللي بيتكلم آه. سوري انت ملاك ولا انت مين ما هو ما, ما ينفعش ملاك يقسم بذاته بالظبط كويس يبقى انت مش مجرد ملاك انه اباركك وابارك نسلك هو انت اللي بتبارك ولا انت اللي بتقول الرب يبارك؟ اه النص بيعرفنا فاللغه نفسها آه. المستخدمه اللغه مم. نفسها المستخدمه مين الشخص؟ بتقول لي ان كان هذا الشخص يحمل السلطان مم. كالله ولا هذا الشخص مجرد رسول من مم. الله يعني الملاك اللي ظهر لمريم قال لها انه قوه العلي تحل عليك والمولود منك يدعى ابن الله الى اخر, رسالة آخر الجزء ده فرساله رساله واضحه رساله واضحه ومعروف م. انه اللي اتى لمريم العذراء هو ملاك كويس انما مثلا لأتى الى الى هاجر ما كانش ملاك اللغه بتاعته ما تقولش انه ملاك سلطانه سلطانه انه يبارك سلطانه انه يكثر سلطانه انه يحمي انه يحافظ انه يكبر ال 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 الكلام بتاعه بيقول ما ينفعش يعني... لما تيجي هنا بقى آه. هو هي يعني اي آه آه ك ك كواحد اتى فبنعرف من الناس اذا كان اللي اتى ده هو ظهور لله في العهد القديم ولا ملاك ولا هو ملاك من اللغه نفسها يعني بتقوله. في اي مره في العهد القديم كله بقى بالظبط لازم تدرس النص عمية. نفسه ادرس النص نفسه ما اقفش عند كلمه ملاك الرب واسكت لانه ملاك الرب معروفه في اكثر من موقف يعني لو خدتها مثلا في هاجر خدتها كمان في ظهوره إبراهيم وهو بيقدم بعد ما قدم بعد ما كان هيقدم اسحاق ذبيحه وظهر له ملاك الرب تيجي مع رئيس جند الرب اللي ظهر ليشوع كويس في اصحاح ستة مم. خمسة وستة هتلاقي دي كلها بتعرف لي مين النص نفسه بيقول لك مين هو ده مين هو ده ملاك عادي ولا ملاك عادي ولا ملاك زهور ملاك من الرب. زهرات الرب من زهرات الرب واضحة جدا يعني إن... النقطة دي ب... لأنه لأنه الله لا يراه أحد فالابن الكلمة آه. بيأتي في صورة معينة مم. مش التجسد كويس ده, ده... يختلف عن التجسد لكن آه. ممكن يأتي في صورة ملاك لكن هو نفسه شخص اللي... شخص الابن يعني في في المشهد بتاع جبل سينا ده ده يعتبر ظهور يعتبر ظهور ظهور من ظهور ظهور مش الله تجلي من تجليات الله الابن اتى زي مثلا التلاتة اللي راحوا مع خيمه ابراهيم م. مش في ثلاث اشخاص لقاهم ابراهيم جايين من بعيد وقال لهم اتفضلوا ودخلهم جوه بيته اثنين منهم ملائكه واحد منهم مش ملاك واحد منهم هو الابن اكنهم الابن كويس او ثيوفني الظهور او التجلي الالهي كويس ليه لانه الاثنين راحوا سدوم معموره والثالث مش موجود والثالث ده هو اللي اتكلم اللي قال لإبراهيم وقال لسارة انه نحو هذا الزمان يعني من يعرف الغيب بالظبط وانه هيولد وانه كذا وكذا فاتكلم بسلطان مش ممكن اودي يبقى واحد جاي بمجرد رساله ده بيتكلم بسلطان ويقين في ويقين. نحو هذا الزمان اه فالنص نفسه بيقول لي اذا كان ده تجلي او ظهور لالهي ولا مجرد ملاك الرب رائع جدا كويس ف... آه. نيجي عند مشهد العليقه نفسه اه يعني آه. مشهد العليقه آه. يعني آه. العليقه هي شجره شوكيه آه. كانت بتنبت دايما في الصحراء كده وهي مش ملفتة للانتباه لأنه مليانة الصحراء م. من هذه الأشجار الشوكية الكتيرة لكن الملفت للنظر أنه أولا دي صحراء فمعظم الأشجار اللي فيها بتبقى يعني تميل إلى نوع النشفان م. دراي م. فإحنا عندنا مثلا حتى في كاليفورنيا هنا لما بيكون الجو حر قوي بيبقى عندنا غابات بتولع لمجرد انه الدنيا حر ال... ال... بيحصل جفاف، الأشجار نفسها الخشب بتاعها بيبقى س... سريع الاشتعال و... و... وقابل لل... للاحتراق بسرعة، مم. فممكن آلاف من الأفدنة بتضيع بتولع. مجرد مم. إنه قامت فيها نار دي بقى ناشفة كويس لأن صحراوية وفي نفس الوقت فيها نار وفي نفس الوقت زي ما هي. مم. يعني يعني ولا بيحصل لها أي نوع من التغيير، فقال أميل لأنظر هذا المنظر. لانه ده الشيء الملفت لنا والرب حب انه يسحب انتباه موسى موسى م. لشيء غريب كويس لما نيجي للعلايقه بقى طب العلايقه دي بترمز ليه؟ م. عندنا تفسيرين للعلايقه دي والتفسيرين دول حطهم يعني علماء اليهود اليهود اول حاجه قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا العلايقه تشير الى اسرائيل بالرغم من النار الاضطهاد والعبوديه في ارض مصر إلا أنهم ظلوا باقين ولم م. يحترقوا كويس ده دي واحدة من الحاجات مدارسة. وده دي ممكن يبقى ليها برضو يعني آه ما عندناش مشكلة كل تفسير هو محاولة لفهم النص آه. فبما أنه الكتاب اللي ما اسمه ليش يعني إيه فأنا بحاول أن أنا أفهم شوية ممكن تشير إلى إيه الاجتهادات مثلا الاجتهادات م. فممكن تشير إلى إسرائيل دي أول حاجة لكن في تفسير آخر وده أميل اليه اكتر التفسير الثاني يشير الى حضور الله دايما النار في العهد القديم تشير الى حضور الله. الله كويس بمعنى فاكر لما موسى آه سوري آه الله قطع عهد مع ابراهيم في تكوين 17 م. وبعدين لما قطع الذبيحه وحط نص على الناحيه ونص هنا على الناحيه الاخرى وبعدين اوقع الله سباتا على ابراهيم فنام وبعدين يقول وانه واجتاز مصباح نور الله اجتاز بين قطعتي الذبيحه كمصباح نور ده يشير الى حضور الله ان الله هو الذي قطع هذا العهد حضور الله مع شعبه بعد كده لما نقرا في سفر الخروج حضور الله مع شعبه اللي خارج من مصر كان بالنهار في عمود ايه؟ نور بالليل في آه. عمود نار 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 م. والنهار في عمود سحاب فحضور الله معاهم كان بيرمز برضو ليه؟ نفس في برضو م. كمان لما لما الرب اعطى الشريعه لموسى و و و وكان حضور الله على الجبل واحده من الحاجات اللي اشارت الى حضور الله الزلزله والنار كويس فدي فالنار تشير الى حضور الله فهنا في العلايكه النار تشير الى الحضور الالهي م. ويمكن ده أقرب شوية, لل... اقرب شويه اقرب لل... شويه لل... اه اه وفي برضو مدرسه اللي هي اتحاد اللسو... النسود باللاهوت اتحاد ال باللاهوت والنسوت لم يحترق او بس آه. بس ده الى حد ما خلينا ايه اقول ده تفسير نظرتنا العهد الجديد للعهد القديم بالظبط يعني انا دايما اقول لو انا مثلا يهودي بفسر النص ده قبل ما يجي جديد. العهد آه. الجديد هشوفه من هشوفها ازاي كويس تمام آه بعد كده ممكن اقول بقى تاملي في العهد الجديد طب وده بيشير الى كذا وده يشير الى كذا لو انا واقف عند حاجه في العهد الجديد وخدتني للمنطقه بالظبط مم. فده ممكن يبقى مم. الحذاء طبعا آه اللي يدرس فينا عن الاحذيه قديما آه طبعا النهارده عندنا كل الماركات ومحدش بيمشي حافي آه لكن آه زمان الناس كانت تمشي حافية مش لابسه صنادل قليلين قوي اللي كانوا يلبسوا صنادل لم يكن الحذاء شائعا بين عامه الشعب فمعظم الناس كانوا يمشون حفاه القدمين يعني م. احنا لو بصينا على الرسومات اللي موجوده في المعابد المصريه وعن رسومات الفراعنه وعن رسومات المصريين القدماء اللي بيبنوا واللي بيحفروا واللي مش عارف ايه هتلاقي دايما ما فيش حاجه في رجليهم كويس الحذاء كان كان لفئه معينه كان فقط الاغنياء والنبلاء ومراء اللي يرتدون صنادل وممكن يتعمل من البردي وممكن يتعمل من الجلود كويس فحاجه كده يلبسها يعني مثلا دي الصوره دي دي ده معمول من نباتات ومنشفينها زي البردي ومنشفينها وعاملينها زي البوص تعمل من البوص وكان يتلبس في الرجلين هل هل هو ده السبب اللي بي اللي بسببه قيل انه اخلع حذائك لان الارض مقدسه انه معمول من جلود حيوانيه والجلود الحيوانيه بتكون يعني مش مش مقدسه ممكن تبقى من غير مقدسة. آه. ممكن بس ده, ده اجتهاد هو الفكره انه اي مكان لانه اولا اكتر اكتر جزء في الجسم بي بي بيتوسخ هو رجلين مم. يعني كان زمان في اليهوديه لما حد يدخل بيت حد كان اول حاجه يعملها له انه يغسل رجليه ليه لانه ده الجزء بالظبط ده الجزء اللي من التراب <applause> وما كانتش الجزم طبعا والشرابات زي ما احنا بنلبس النهارده نلبس جزمه ونلبس شراب وبعدين نتحرك بعربيه والشوارع متسفلته يعني يعني اه مثلا انت عايش في امريكا انت ممكن <applause> ما تلمعش الجزمه لمده شهرين ثلاثه كويس بس انزل بيها مثلا شبرا ولا انزل بيها اي حته في مصر انزل بيها اي قريه من القرى ارميها <applause> انت انت مجرد بس تمشي في الشارع بتلاقي لون الجزمه اتغير ورجليك بقت كذا مم. ليه لانه طبيعه طبيعه البيئه نفسها مم. من حر ومن من تراب و... فكانت الرجلين بتتوسخ فكان اول حاجه لازم يعملها كنوع من الترحيب بالضيف انه يغسل رجليه لانه ده راحه ليه هنا موضوع الرجلين ده كمان له تفاصيل كثيره بالظبط هنا القزارة الرجلين السلوك وال... بالظبط الرجلين اكثر جزء في الجسم بيرتبط بالارض وبيتملي وساخه هو الرجلين فانت ما مم. ينفعش مم. تقترب الى محضر الله محضر الله بشيء قذر ربما تعود موسى لانه امير اتعود يعني يمكن لانه هو واحد من الأمراء فتعود على لبس الصندل في رجليه آه. فلما راح البريه ما 40 سنه انت بتلبسه مش هينفع تعيش من غيره بالزبط. وكمان البيئه الصعبه انت بتمشي ما بين اشواك وحجاره بابا. وحر يعني 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 لما تبقى الدنيا حر وتمشي برجلين حافية مسافات انت و... انت رجليك بالجلد بي يعني بيحترق طبعا فطبعا اللي بيحفظه في بيئه جبليه صحراويه ممكن يبقى لازم لابس حاجه في رجلي فالرب قال له اخلع عليك لان المكان كنوع من التقدير والاحترام للرب رائع جدا نيجي بقى لاعلان الله عن نفسه ده جزء م. مهم جدا اعلان الله يبدا عن نفسه. الله بقى اه يعني الله شد انتباه موسى م. وقال له اقف هنا ما تقتربش أكتر من كده لأن الأرض اللي أنت واقف عليها دي أرض مقدسة. م. وبعدين بدأ يسمع صوت. كويس؟ أول صوت سمعه إنه أنا إله أبيك. كويس؟ إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكأن هنا ربنا بيرجع موسى إلى جذوره. بيرجعه إلى الجذور بتاعته. بيقول له موسى أنا الإله اللي دعيت إبراهيم واللي دعيت إسحاق واللي دعيت يعقوب وأنا الإله اللي عبده إبراهيم واللي عبده إسحاق واللي عبده يعقوب يعني أنا إله العهد أنا الإله اللي وعدت وجاي أنفذ أنا مش إله غريب يعني اللي يقرأ فينا تاريخ المصريين يعرف انه مصر بعض الكتب كانت حطاها في مصر المصريين كانوا بيعبدوا اكثر من 500 اله في ذلك الوقت في ذلك الوقت م. يعني يعني تاريخ الفراعنه زمان الالهه المصريه م. عدت في عددها حوالي 500 اله هل لهذا السبب الله عاد من جديد تذكير موسى بهذا الكلام لانه قعد 40 سنه منهم جزء كبير جدا في في, في حياته وتربى في, في, مصر في مصر طبعا فأكيد برضو أكيد برضه زاغ ممكن في فتره عبد الهه ما, ما نعرفش التربيه برضه لها دور لانه سنه وهو صغير بيتاثر بحاجه اكيد شاف في الاصل بس يبدو يبدو يعني ان موسى ما تاثرش اكتر لانه لما طلع طلع لكي ينظر مزله اخواته فهو احتفظ بانتمائه لاخواته واحتفاظه اه ل... بانتمائه لاخواته اه احتفاظه ايضا بالوعود الالهيه اللي هو ممكن ممكن الاثنين يكونوا موجودين يعني ممكن. حته انتمائه طبعًا، موجوده طبعًا. بس حته الالهه اللي شافهم في هو شاف كتير طبعا آه، شاف و... ورأى كتير وراح وهو صغير اكيد كانوا بياخدوه المعابد اكيد كانوا بيشوفوه له ازاي العبادات لان جزء من جزء من التربيه بتاعته الادوكيشن بتاعته آه. انه انه يطلع على الالهه المصريه يطلع على اسرار الحكمه المصريه والعباده المصريه القديمه والاشياء دي يعني دلوقتي. مثلا لو عيله وثنيه بتعبد مازالت مثلا حتى الان فيهم واحد عرف ربنا وخرج منهم وسابهم بس قلبه معاهم انتمائه ليهم لانه تربى وسطهم مم. حتى لو كان عارف ان هم ما بيعبدوا الاوثان yeah. لو حصل لهم اي مكروه او اي ضرر بيحن ان هو نفسه يروح يدافع عنهم نفسه يقف معاهم يشاركهم المهم يعني الحته دي موجوده في موسى اه اه طبعا آه. لانه يعني موسى موسى يعني هل تذكير الرب حضرتك بتتكلم على تذكير الرب لي انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب هو تذكير الرب هنا تذكير مهم جدا ليه لانه لما بيرجعوا الاله ابيك او اله ابائك كويس هو بيرجعوا للروتس بتاعته دي حاجه وبيرجعوا الفكرة اساسيه جدا وهي اله العهد اه كويس انا اله العهد م. وهذا العهد مرت عليه سنين لكن لا يمكن ابدا اني انسى عهدي مع ابراهيم واسحاق ويعقوب وبيذكره وبيذكره لانه التربيه برضه كانت مختلفه عن ابراهيم واسحاق ويعقوب ناخد تليفون ونكمل معانا صديق البرنامج الاخ زيتوني اهلا دكتور عزم اهلا بيك, بيك اخ زيتوني اتفضل اخ زيتوني أوه زميلك دكتور عزم اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك مرحبا بيك دكتور عزمي انت مره الحلقه اللي فاتت معك تدخلت أخت في وعندما تسب وتهاجم انت توافق عن هذا الكلام لا تقول مسكين هذا الزيتوني لا 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 يا اخي زيتوني احنا احنا بنعزك يا اخي زيتونه فيه. نعم انا لا في بل اتحدث علميا و انا استشهد من الكتاب المقدس ولو من القران أوكي. ولكن عندما تتدخل يتدخلون ويسبون ويونون وأنت توافقهم عن هذا الكلام، لا علينا يا دكتور عزمي. بالله أن تتكلم عن موسى. أيوه. عن عن يسوع في سفر الخروج في سفر الخروج والإسعاف 35، ال 35 ماذا يقول؟ يقول جمع موسى كل جماعة بني إسرائيل. وقال لهم هذه هي الكلمات التي أمر الرب. من الرب هنا هو يسوع. آه آه هذا يسوع يقول التي امر ان تصنع ان تصنع سته ايام يعملوا عملا واما اليوم السابع بالله آه آه اريد ان افهم هذه هذه المواضيع واما اليوم السابع ففيه يكون لكم هذا يسوع يتكلم لكم ست عطله مقدسه من ربي كل كل من يعمل فيه عملا يقتل لا تشعلوا نارا في جميع مساكنكم يوم السبت ولكن عندما نقرا في العدد في العدد والاصحاح 15 والايه 32 يقول ولما كان بنو اسرائيل في البريه وجد بالله بالله والله انت عجب صدقني انت عجب ولما كان بنو اسرائيل في البريه السؤال السؤال بقى بحجاره كل شعب خارج المحله فاخرجه كل الجماعه آه. الى خارج المحله ورسموه قناه كما امر الرب وتقولون بان يسوع لم يقتل ولم ولم يقع خطيئه، انا هذه يا دكتور طيب. طيب. خلاص اوكي أخي وصل خلاص السؤال. وصل وصل السؤال يا اخ زيتوني شكرا يا اخ زيتوني. اول حاجه يا اخ زيتوني لازم لازم تعرفها الله هو الذي اعطى الوصايا فالوصايا اعطيت من الله للانسان كسر الوصيه له نتائج اي بلد لا تعاقب على كسر القانون هذه البلد لا يمكن ان تقوم لها قامه وانت عارف كده كويس يعني لو مشكله بلدنا العربيه انه نفعل ما نفعل و نهين القانون ولا نعاقب على الفساد. على القانون، لكن لو تروح للبلاد اللي هي بيسموها البلاد اللي فيها الحريه كسر القانون لابد ان يقابلوا عقاب. الله حط للانسان انه سته ايام تعمل وفي اليوم السابع قدس للرب راحه كويس؟ والرب مش عمل دون بقسوه الانسان، ده عمل دون لراحه الانسان. وغير كده يا اخ زيتون الجزء اللي انت ما تعرفهوش انه ربنا اعطى لشعبه كل يوم الصبح يروح يجمع المن م. واليوم الخامس السادس يجمع المن ليومين يعني م. يخزن عنده الاكل ليومين م. وده اليوم الوحيد اللي فيه المن لا يعفن يعني انت لو خدت يوم الاثنين وخدت معاه للثلاث وخزنته للثلاث يعفن ما ينفعش تاكله الثلاث لكن اذا خدته يوم الجمعه وخدت معاك ليوم السبت يفضل الجمعه تاكله فريش والسبت تاكله فريش لا يعفن كويس فالله دبر للانسان كل احتياجاته لكي ما يجعل يوم السبت قدس للرب الانسان الذي خرج هنا لكي ما يحتطب حطبا هذا الانسان خرج لكي ما يعتدي او عمل تعدي على وصيه الله وتعدي يعني عمدا مش مش جهلا يعني هو هو عارف الوصيه وهو اراد انه يخرج ويحتتب حطبا وده كسر الوصيه مع انه يعلم فهو كسر الوصيه تحت يعني زي ما بنسميها ايه عمل بسبق واصرار يعني مع <applause> مع سبق الاصرار مع سبق الاصرار مع السبق والترصد، كويس؟ فلابد ان الخطية ان تعاقب، الله في قداسته لابد ان يعاقب الخطية، فمات هذا الرجل. طيب تيجي بقى الرب يسوع تقول تم ما الرب يسوع هنا أو اهو قتل، وتساوي الرب يسوع بمحمد. يعني يعني انت عايز تساوي في النهاية تقول زي ما محمد قتل ما تجوش انتوا بقى يا مسيحيين تقولوا ان المسيح لم يقتل. كويس؟ ده الفكره بتاعه الاخ زيتون وده طبعا فكره خاطئه ليه لانه المسيح في حياته عندما اتى وعاش على الارض لم يفعل خطيه ولم يوجد في فمه غش لم يرفع سيفا ولم يظلم انسانا لم يختصب ولم ياخذ ما ليس لحقه بل اعطى حياته بالكامل من اجل الاخرين لم يأمر المسيح باباده اليهود ولم يامر المسيح بقتل المعترضين على رسالته، ولم يقتل المسيح قبيله كامله من اليهود العزل، ولم يرتكب المسيح جرائم كقطاع الطرق، ولم يزن المسيح، ولم ياخذ امراه ليست من حقي، ولم يرتكب زنا. عاش المسيح حياه قداسه، فما تقدرش ان انت تقارن حياه المسيح كما سجلها لنا الوحي المقدس في الاربع اناجيل بحياه رسول الاسلام كما سجلها القران وسجلتها الاحاديث النبويه هناك فرق السماء على الارض لا يمكن ابدا ان نصنع هذه المقارنه لان مجرد التفكير فيها يظلم شخص المسيح الذي لم يصنع خطيه ولم يوجد في فم غش لكن كالله خالق الانسان معطي الوصايا ألا يدين الإنسان على كسر الوصايا؟ يدين الإنسان على كسر الوصايا هل تقدر تقول لله لماذا أدنت الأشرار على شرهم؟ ما تقدرش تقول الكلام ده ليه؟ لأنك تعلم أن أجرة الخطية هي موت تعلمها جيدا مش قتله مش قتله ده فهم. نتيجة خطيته نتيجة خطيئته مات هذا الإنسان نتيجة الخطية هو فهمها أنه هو قتله وفهمه انه اه يعني أتلو. الله الله, الله كده مش رحيم المسيح آه. مش رحيم آه. لانه هذا الانسان مات بهذا الخطير لكن لما نيجي الى هناك أخ زيتوني دائما فتره ربنا بيعطيها للانسان انه يتوب وهناك فرصه للتوبه حتى في مجيء الرب يسوع الاولاني الرب يسوع اتى لكي ما يخلص ما قد هلك لكن في مجيئه الثاني لن ياتي ليخلص هيأتي يدين لأنه أعطى للإنسان إنه يقبل الخلاص أو يرفض الخلاص، فكل من رفض المسيح سيدان وأما من قبل المسيح فستكون له الحياة الأبدية، لكن صعب إنك مين؟ تقول ده اسمه أخ زيتون إنك بتلوي النص الكتابي علشان ترضي عندك رغبة معينة إنك تقول آه محمد قتل فالمسيح قتل. سيبك من المسيح وحاول تحل مشكلة محمد اللي قتل. إذا عرفت لها حل مع قداسة الله ومحبة الله وبر الله يبقى أنت في أمان. العهد. العهد. وقفنا عند العهد. إعلان إعلان الله عن نفسه. بالظبط. العهد مهم جدا لأنه ده عهد الله مع الآباء. م. فربنا بيرجع موسى بيقول له أنا وعدت إبراهيم زي ما قال ربنا قال شوف لو نرجع للعهد في تكوين م. 15. في جزء مهم جدا في كلام الرب لابراهيم اه كلام الله لابراهيم في تكوين في تكوين 15 تكوين 15 اه تكوين 15 لما ربنا قطع العهد مع 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 موسى مع سوري مع ابراهيم ابراهيم وقال له ايه؟ آه فابراهيم قال له ماذا تعطيني آه 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 فقال فقال ابرام ايها السيد الرب ماذا تعطيني وانا ماضي عقيما وملك بيتي هو العازر الدمشقي وقال إبراهيم ايضا انك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي الى اخر فالرب قال له ايه م. ثم اخرجه الى خارج وقال انظر الى السماء وعد النجوم ان استطعت ان تعدها وقال هكذا يكون نسلك فامن الرب فامن بالرب فحسب فحسب له برا وقال له انا الرب الذي اخرجك من ارض اور ليعطيك هذه الارض ميراثا ل... ميراثا لك لترثها كويس وبعدين بيكلمه بعد كده انه في عدد 12 ولما صارت الشمس المغيب وقع على ابرام سبات رعب بمظلمه عظيمه وقع عليه فقال لابراهيم او لابرام اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم مئة سنه ثم الامه التي يستعبدون لها انا ادينها وبعد ذلك يخرجون باملاك جذيله يعني هنا بيرجعوا مره ثانيه انه اه انتو الاساسي. جيتو العهد الاساسي العهد الاساسي جيتوا والعهد الاساسي تمام. لما يقول له بقى فغطى موسى وجهه لانه خاف ان ينظر الله لا احد يستطيع ان يرى الله ويعيش وده رد فعل الانسان العادي لما بيرى مجد الله حضور الله بيجبر الانسان على إنه يرى إنه نفسه هالك. مم. حضور الله نفسه بيجبر الإنسان على إنه يرى نفسه إنه لا شيء، مم. فغطى موسى. مم. يعني عندنا مثلاً أشعياء لما شاف مجد الله إنه قال: ويل لي لأني هلكت. مم. عندنا أيضاً يوحنا الحبيب لما رأى الرؤية الجميلة دي شخص المسيح، يقول فوقعت كميت. فوقع. يعني ففي وفي التجل في, التجل في, في, في في مهابه في التجلي بالظبط في في مهابه حضور الله له مهابه م. له ثقله وعشان كده موسى غطى وجهه لانه خاف أن, ان ينظر, ينظر إلى, الله. الى الله رساله الله بقى ودي رساله تشجيعيه جدا ربنا م. قالها لموسى شايف يا موسى الشعب شعب اسرائيل في ارض مصر وكانه الشعب كانه بيقول الرب لم يرى الرب لم يسمع الرب لا يعلم الرب لن يخلصنا الرب لن يساعدنا هنا الرب بيجاوب بقى على الحاجات دي بيقول له ايه اني قد رايته هل الله لا يرى لما يقول كده هو رب يستخدم لغه بشريه الله تم عارف يعني مثلا ممكن واحد مسلم او زي الاخ زيتون مم. لما يقول هنا اني قد رايته يقول لك اه شوف بقى ازاي ربنا راى ده ما كانش عارف مم. يعني لا دي لغه بشريه لازم يكلمنا عشان بلغتنا عشان بيها على الاهتمام بتاعه مم. مم. اني قد رايت مذله شعب الذي في مصر وسمعته صراخهم من اجل مسخريهم اني علمت اوجاعهم هل هو كان لا يعلم؟ بالظبط لا هو عارف عالم اوجاعهم فنزلت لانقذهم م. طب ازاي لسه ده نزلت ازاي يا رب؟ اول حاجه بعملها لانقاذهم اني بجي لك يا موسى امم فبيعتبر ربنا وجوده مع موسى بدايه مع... الخلاص آه. فنزلت لانقذهم لسه بقى هتكمل الجزء ده م. حضور الله كامل من ايدي المصريين واصعدهم من تلك الارض من تلك الارض ده وعد الله عشان كده مهما كانت الظروف اللي احنا بنمر فيها اعلم جيدا ان الله يرى مم. يسمع ينقذ يعلم يعلم ويصعد اعلم جيدا مهما طالت الالام اللي بنمر بيها ارض كنعان بقى قال له ايه ارض جيده وواسعه وبعدين الى ارض تفيض لبنا وعسل آه هو ليه ربنا ما قالش لابراهيم عن الارض دي انها تفيض لبنا وعسلا. يعني لما بنقرا هنا م. قاليني أه ده في الوعد الاول اه م. يعني آه اول ذكر لتفيض لبنا وعسلا هنا في اللحظه دي اه في اللحظه دي آه يمكن ابراهيم اختبر مجاعه م. واسحاق اختبر مجاعه ويعقوب اختبر مجاعه في ارض كنعان اللي هي ارضا تفيد لبنا وربنا قال لهم انا هدي لك الارض دي بس ما قالهوش هذه الارض تفيد لبنا وعسل مم. وكان ربنا كان عايز الاباء يعيشوا بالايمان يعيشوا واثقين في كلمه الله مم. فابراهيم عاش بالايمان واسحاق عاش بالايمان مم. ويعقوب عاش بالايمان طب الشعب المذلول بقى في مصر ده ايه اللي هيخرجه من ارض مصر كويس هو ما شافش ارض كنعان. هو يمكن سمع عن المجاعة في حياة ابراهيم، المجاعة في حياة اسحاق، المجاعة في حياة يعقوب. بس ايه اللي هيخرجه؟ العبودية لوحدها مش كفاية. فربنا كأنه بيقول له أنا مجهز لك مكان حلو. إلى أرض تفيض لبنًا وعسلًا. وقد إيه ربنا بيتعامل يعني أوقات ربنا بيتعامل معانا بيتطلب إيمان. بابات ربنا بيتعامل معانا يشجعنا يعني مش محتاجه ايمان محتاجه انك ترى وتقو يعني وتثق فتفيض لبنا وعسلا الى مكان الكنعانيين والحثيين والاموريين والفريزيين والحويين واليابوسيين ارض كنعان بقى لما نقرا ازاي اتكتب عنها هي مم. فعلا ارض تفيد لبن وعسل اللي بمعنى هي دلوقتي فين او اللي, اللي, اللي هي ارض فلسطين فلسطين اللي هي آه اسرائيل يقول الكتاب بقى ايه آه، انت فيض لبنا وعسلا لما نرجع آه، آه، لارض آه، آه، كنعان في الكتابات م. المصريه القديمه انا حاولت ارجع شويه آه، اشوف مهم اوصاف أي. لارض كنعان في الكتابات المصريه القديمه في فتره حكم الملك أمنحوت الاول اللي هو ملك سنه 1960 قبل الميلاد هرب واحد من السياسيين اسمه سين آسرت من أرض مصر هرب إلى أرض كنعان وسوريا وكتب رسالة كويس وفيها وصف لأرض كنعان ده مصري ده مصري مم. ده كان سياسي هربان من فرعون من أيامها كانوا بيهربوا برضو آه آه ما هو بيهربوا من آه آه بيهربوا إلى أماكن آه. أخرى آه قال عنها إنها أرض جيدة It's a good land فيها تين وعنب كثير أكثر حاجة بتميزها في الأشجار اشجار التين واشجار العنب وخمر اكثر من الماء لانه فيها عنب كثير فمليئة مليئه بالعسل وزيتون كثير كل انواع الفواكه على اشجارها ولا يوجد حدود لانواع المواشي التي ترعى فيها هي كده دي جنة يعني جنة يعني يمكن مصر كلها ما فيهاش غير الارض اللي على خطي نهر النيل والدلتا أو. ودي ارض غنيه حلوه م. بس لما تيجي فعلا هي ارض زراعيه مش هتلاقي فيها الزيتون وال, 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 وال والتين وال يعني ارض زراعه لكن الارض دي مليانه اشجار ومليانه عسل ومليانه نباتات ومليانه ايضا كل انواع البهائم والغنائم. كل انواع الفواكه على كل اشجارها كل انواع الفواكه على اشجارها يعني يعني فعلا حاجة. ولما نروح بقى لرساله ثانيه وصف ارض مصر ايضا يوجد وصف اخر على معبد في على جدران معبد الكرنك لاحد غزوات الملك تحتمس الثالث تحتمس الثالث ملك فتره كبيره ويعتقد و و و هو فرعون التسخير والخروج مم. يعني فملك فتره مش رمسيس. و... مم. مش رمسيس مش رمسيس يعني رمسيس جه 1250 بعدي بس يمكن اكتر تاني ملك فرعوني واحد ملك برضو كان هو فتره رمسيس, رمسيس. واكتر اثنين اشتهروا بالعماره والنهضه المعماريه كان تحط وثالث ورمسيس. يقول ايه؟ لان ارض كنعان وصف بقى للغزوه غزوه كويس؟ وجاي بقى بالغ... بالغنائم. مم. فمكتوب انواع ال... واعداد الغنائم اللي جاي بيها. أوه. فجاي ايه؟ جاي اولا اتوا ب 1929 بقره. ده عدد كبير على فكره طبعا حيث الابقار ده عدد كبير. و2000 من الماعز. وعشرين ألف من الغنم عشرين ألف من الغنم و وسبعة و300 وسبعة ألف شوال من القمح من كل ده من من جايبينه من أرض كنعان yeah. لمصر ده مكتوب على معبد الكرنك غزوة تحتمس الثالث والغنائم اللي أتى بيها من فهي فعلا أرض تفيض لبنا وعسل يقول عنها بقى سفر التثنيه أرض جيده أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال أرض حنطه وشعير وكرم و... وكرم وتين وكرم وتين ورمان أرض زيتون زيت وعسل أرض ليس بالمسكنه تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيئا أرض حجارتها حديد يعني حتى لو المعادن موجوده فيها ومن جبالها تحفر نحاسًا يعني ارض غنيه فعلا من كل ناحيه عشان كده وصفها الكتاب بانها ارض تفيد لبنا وعسلا هل هل ارض كنعان اللي مذكوره حرفيا في العهد القديم بهذه المواصفات الجنه اللي قدامنا دي هل ده ليه في العهد الجديد او برؤيه العهد الجديد من العهد الجديد نشوفها بنفس الحرفيه وبنفس المواصفات دي ولا ليها مدلول روحي تقصد الارض دي تقصد يعني هل هي لها إشارة روحية هل هي القلب مثلا في العهد الجديد هل هي حياة هي المؤمن هي إشارة إلى المكان اللي ممكن تعيش فيه مع الله اللي يهتم بيه الله يعني مثلا العبودية في مصر يمثل فترة ما قبل الخلاص وبعدين بعد الخلاص إحنا عايشين في برية اتنقلنا من العبودية بس رايحين إلى المدينة الأفضل رايحين المدينه الافضل مم. فكان بتمثل لينا في العهد الجديد المدينه الافضل مدينه سماويه فاحنا في بريه مم. منتظرين اليوم اللي فيه ندخل الى المدينه السماويه فده يمكن التشبيه يعني اللي كان عن السموية. اللي نقدر اه, آه. يعني التشبيه نقدر ناخده كشيء رمزي ممكن نقول كيان او قلب او حياه المؤمن اللي بتفيض لبنا وعسلا و, و... و... وتفيض ب... بحضور الله كل هذه الخيرات على الح... لمن حوله هي هي تشير الى اكثر الى عندما يريد الله ان يبارك وعندما يريد الله ان يعتني ويهتم بابنائه. الارض دي الميزه فيها انه هي ارض يعتني بها الرب الهك فانت مم. مش محتاج تعمل حاجه ارض مسمرة ارض مسمرة مم. تشير الى البركه الالهيه تشير الى ما بتبنى فيها الهيكل فصارت الى مدينه الملك العظيم حضور الله يعني انا زي الانسان هو مدينه الله اللي بيحمل حضوره وبيحمل اسماره وبيسمر الله من خلاله وبيفيض على الاخرين كلمه تعزيه يعني ممكن التطبيقات تطبق زي ما انت عايز يعني طبق. ممكن انا اكون كنعان آه عايز أسمي نفسك كمان ممكن, <تسجيل> <تصفيق> ممكن. <تصفيق> يعني مواصفات بصراحه مواصفات مواصفات جميلة, جدا تنطبق على لها معاني كثيرة اكيد الدعوه الله بقى هنا بدا ربنا يقول لموسى انا عايز اختارك وابعتك لمصر لفرعون وتكلم فرعون موسى اعترض قدم خمس اعتراضات موسى مش من الشخصيات اللي ايه اللي على طول ابلت لا موسى دخل في حوار مع ربنا شغل دماغه دايما اه اول اعتراض موسى قاله للرب قالوا هنا فقال موسى لله من انا حتى اذهب الى فرعون وحتى اخرج بني اسرائيل من مصر. التركيز هنا على من انا عمل الله ما ينفعش في من انا لما تيجي لعمل الله ما ينفعش من انا لانه مش متوقف عليك ربنا قال له ايه النجاح يا موسى مش من انت النجاح في اني اكون معك ده لا يصنع فرق حتى في خدمتنا احنا كمؤمنين م. النهارده في العهد الجديد مش لان انا عندي كذا وكذا وكذا انا يعني اقدر اقدمه لا, لا اللي بيميز خادم عن خادم انا اكون معك خادم اللي ربنا بيكون معاه ودعاه وبيؤيده افضل بكتير من الخادم اللي عنده امكانيات كتيره لكن ربنا مش 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 معاه أنا م. أكون معك م. فهي النقطة مهما كانت الخدمة اللي أنت بتقوم بيها مهم جدا أن أنت تثق أن الله معك هو, هو ده اللي بيصنع الفرق هو أنا بشوف من أنا هنا يمكن بشكل مختلف شوية من أنا يعني الله نجح أنه يخلي موسى تماما من الأنا كويس فوصلوا لدي هل دي صح؟ وصلوا لدي دي صح لكن في نفس الوقت جعلت موسى أو نظرة موسى هنا لسه فاهم برضو انا سوري يعني الموضوع آه يرجع لي اه يعني آه. انا انا مين انا يعني آه. فموسى موسى انا مش بختارك عشان انت مين انا بختارك لان هكون معاك النقطه مش انت مين ما انا عارف انت مين بالظبط النقطه انه انا هكون معاك هي دي النقطه لما ربنا بيدعينا الخدمه دي نقله ثانيه نقدر نقول ايه دي نقله ثانيه نقله, بقى نقلة تانية طبعا آه. انه يفهم الجزء يعني هو ده هو شكل فيه الاول بالظبط وخلص شغله معاه واخلاه من من الانا وبعدين لسه برضه موسى بيقول نفس الكلام انه انه من انا؟ فبينقله لا. نقله ثانيه بينقله نقله ثانيه انه انا اكون معاك، قال له م. بقى الاعتراض الثاني الاعتراض ده الاعتراض الاول سوري خليني انقل الاعتراض الثاني الاعتراض الثاني قال له طيب اوكي انا هروح دلوقتي لبني اسرائيل وقال لهم اله ابائي ظهر ليا وده اللي قاله هنا، فقال موسى لله ها انا آتي الى بني اسرائيل واقول لهم اله ابائكم ارسلني اليكم فاذا قالوا لي ما اسمه فماذا اقول لهم؟ دايما احنا بنيجي عند الجزء ده يعني العباره دي؟ نقف عند الجزء آه. ده ناخد مداخله تليفونيه و... ونكمل في تليفون؟ معانا جورج من كندا. آم. الو سلام الرب يسوع سلام بيك ألو جورج سلام الرب يسوع الو بيك. معاك اهلا وسهلا بيك اهلا سلام الرب آه. اخي بيتر واخي اشرف موضوع شيق جدا الرب يبارك تعرف اخي اخي اشرف انا بس بدي اقول كلمه صغيره للأخ زيتوني بدي اقول له اغلب الاوقات يحاول انه يبرهن انه الهنا اله رعب وقتل وذبح والعكس تماما لانه الهنا اله حق وجستس كامله يعني حق, حق كامل للانسانيه أه بدي اقول له انه اول شروط لما استلموا المسيح على جبل الزيتون قال اتركوا تلاميذي انه كان انه تسليمه حتى يستلموه انه بالزبط. احد الشروط كان يتركوا آه. التلاميذ في امان حتى آه. يسلم نفسه. مم. جاء ليموت من اجل الكل، من مم. اجل المسيحي والمسلم واليهودي والكل. مم. فاخي زيتوني انا ما بدي اكمل في كلمات وشهود كثيره ما بتخلص لانه الوقت في الحلقه ضئيل جدا. الشيء الثاني بدي اقول عنه بالنسبه لموسى يعني رغم ال... رغم الثقافه اللي تكونت عن موسى اللي اللي اتعجب منه انه كان غير متكلم موسى، مم. موسى كان خجول آه جدا رغم الثقافه اللي عنده وخائف من الكلمات، الشيء الايه اللي دائما بوقف عندها يا اخي اشرف آه يا. آه في الخروج الاصحاح الثالث والايه تقول آه لا الاصحاح الثاني انا اسف آه وفي 12 فيقول فالتفت الى هنا وهناك دا عصر 11 وحدث في تلك لان كبر موسى من خرج آه اخوته واتقان القرى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من اخواتي، طبعا الكاتب يقول عنه انه من اخوته، انا بعرف آه. الشيء هذا، بس انه هجومه ل... 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 اعتقد الدم وكانه ليرة الدم الموجوده في, في الانسان هي اللي تطلقه او 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 انه الكاتب قاعد يكتب عن انه موسى كانه عم بيحس انه هو إن اخوته من خلال الدم، آه. الشيء الاخير اللي بدي اقوله اخي اشرف بما انه انتقلت قلت الايه اللي تقول انه الرب يسوع قال ابي لم يره احد والذي اتى من فوق هو الذي في حضن الاب الذي راى الاب انا بعمل كل الذين ظهروا من خلال ابراهيم وسدوم وعموره وعلى الجبل لموسى كان الرب يسوع مم. طبعا في آه. شكل ملاك آه. وليس غيره هو هو آه. وهذا اللي اريد اكد عنه انا بشكرك جدا شكرا ليك يا شكرا انت و... ربنا يباركك حبيبي بنشكرك على مداخلاتك الجميله جدا. ولحظة جميله قالها الاخ جورج على موضوع التلاميذ ان الرب كان هو اللي آه. جاي يفديهم مش جاي بالظبط يعني دي حاجه لما نيجي للاسم بقى فقال له م. الله لموسى أهيا الذي احيا وقال هكذا تقول لبني اسرائيل أهي ارسال اليك وقال الله أيضاً لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوى إله آبائكم، إله إبراهيم، وإله إسحاق، وإله يعقوب أرسلنا هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. لما نيجي بقى الاسم الرب هنا يهوى وطبعاً الاسم ده اسم مقدس جداً. الاسم ده بيسموه جراماتون بمعنى إنه مكون من أربع حروف. كويس؟ وأربع حروف دول هما مكونين لاسم يهوى. لما يجي اليهودي يقرا يهوى ما يقراش يهوى م. يعني انا لما أدناي. انا لما اجي اقرا النص العبري كويس و... و... واجي عند كلمه يهوى كلمه يهوى محطوط لها التشكيل بتاع ادوناي يعني ال... ال... شايف كلمه ادوناي هنا التشكيل ده اللي هو الحروف الفاولز دي بنسميها م. التشكيل ده محطوط لكلمه يهوى علشان تقرا ادوناي ما تقراش يهوى وبعض الاوقات ممكن يقروها هاشم يعني آه الاسم مم. ما يقدرش يقول يهوى, يهوى يقول ادوناي او يقول آه هاشم لحد النهارده الاسم يهوى مشتق من فعل كينونه تو بي انا الكائن الذي يكون فكان الله ز... ز... يعني النار اللي كانت موجوده لم يوجدها احد وجدت موجوده بذاتها وموجوده سستين سيلف يعني يعني بنفسها مم. وكان الله بيقول انا محدش اوجدني انا الكائن وانا اللي كنت وانا اللي هكون كويس وهنا بيجي لو حطيناها بالانجليزي I am that I am or I am who I am ولا I will be what I will be ده مم. الترجمة لي فهنا اسم الله هو الاسم المقدس الذي أعلنه الله لشعبه لموسى. وأعلنه لموسى فروح قولهم لهم يهوى قال له طب هم مش هيصدقوني مم. قال له طب يا موسى هدي لك إيه آيات فادى لموسى ثلاث ايات العصا تتحول الى تعبان الايد الايد اللي تتحول الى برس دم. والميه اللي تتحول الى دم. الى دم مم. الجزء الثالث قال له طب بص يا رب انا بقى ثقيل الفم واللسان قد يشير الى ان موسى عايش في كنعان وبرع 40 سنه لما بعيش بعيش في بلد لسانه تقل لسانه تقل على المصري ما بيلاقيش حد يتكلم يعني او ما مش هتكلم وفي نفس الوقت آه يمكن موسى كان خجول مم. وريفر السبب ايه لكن ربنا قال له ايه قال له يا موسى من صنع الانسان فمن او من يصنع اخرس او اصم او بصير او اعمى اما هو انا الرب اخر حاجه قالها له ارسل بيد من ترسل بقى رب خلاص مم. انا انا ايه آه قلت الاعتذارات اللي عندي ومش عايز اروح مم. ابعت اللي انت عايز تبعته فيقول الكتاب فحمى غضب الرب على موسى مم. لو ربنا دعيك لخدمه اسمع صوت الرب مهما كانت الاعتذارات ربنا دعيك لخدمة هيكون معاك ويكمل معاك أمين يا أسيس أشرف يعني وهو ده إلهنا ما بيختارش الفلاسفة والمتكلمين واللي بيعرفوا يقنعوا واللي عندهم كاريزما كل ده ما يفرقش مع ربنا اللي بيفرق معاه إنك تكون خاضع ليه في اختياره أمين. وبشكرك مرة تانية يا دكتور أشرف على كل الإفادة اللي رب النهاردة نورنا بيها من خلالك وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة أحبائنا في كل مكان لكم مني كل الشكر امين سلام